إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع أنت؟ نعم ترجم. تصلي عليه تقول صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، بل أنه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أفضل الذكر. أفضل دعاء نصلي ونسلم على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولابد أن تعلم النصارى أننا والله نحب عيسى عليه الصلاة والسلام ونشهد له عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعبد عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا يكذب، لأن النصارى غلوا فيه مدحا عيسى عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه وألهوه. واليهود غلوا فيه قدحا لأنهم رموه واتهموه وتكلموا عليه عليه الصلاة والسلام. ونحن نتوسط فيه. وعيسى عليه الصلاة والسلام أمر أتباعه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل نصراني يؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤمن بمحمد عليهم الصلاة والسلام، وإلا كان كاذبا في اتباع لعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أتباعه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. كل من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أتباعه بالإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. عيسى عليه السلام إدن له سبن كومبانيون بوجود قوة دم محمد صلى الله عليه وسلم كالله إليبلي كما سأقول في الدنيا الإبوك. وإذا لم يؤمن فهو كافر. إلا سي إبا قوة دم زيزي فيس دم ماري إبو غيديتي كما إنفيدل إنبيليفر إكافر. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن عندما ينزل يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يوصي محمد صلى الله عليه وسلم.